السلام عليكم طلاب سنة أولى ثانية وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا. أستاذ بن عربي اليوم تفكركم، ما تقولوش أستاذ راهو نسينا وديما يخدم على السنة ثلاثة. اليوم تفكرتكم باختبار سنة أولى وراح نحله بطريقة تاعي الاحترافية، ومتأكد بإذن الله كامل راح تعجبكم هذه الطريقة، وراح تطلبوا مني اختبار ثاني وثالث ورابع، وبإذن الله مادة التكنولوجيا سوف أجعلها أبسط من بساطة بسيط. نعم يا بسيط. جماعة زينة فاصل ثم نواصل. هيا جماعة نبدأ على بركة الله وحفظه. الاختبار اللي جبته معي اليوم يحتوي على صفحتين، وهذا الاختبار مقسم على ثلاث تمارين. التمرين الأول فيه 7 نقاط، والتمرين الثاني فيه 5 نقاط، والتمرين الثالث بالطبع فيه 8 نقاط. جماعة زينة قبل من حل الاختبار، نتمنى أي شخص يشاهد الفيديو يضغط على زر الاشتراك. لماذا؟ لأنه إن شاء الله كي تنجحوا البكالوريا راح تقراوا في الجامعة، راح تقراوا 90% تكنولوجيا، وراح تقراوا غير بالفرنسية والإنجليزية، راح تلقوا إشكالية، والقناة تاعي راح تحل لكم المشاكل تاعكم كامل، لأنه القناة تاعي راح تلقوا كل شيء بالعربية، راح تلقوا كل شيء بالتفصيل وبطريقة احترافية. نتمنى أي شخص يضغط على الاشتراك. واللي يروح سنة ثانية وسنة ثالثة هندسة كهربائية بالطبع راح يحتاجها بزاف بزاف بزاف. هيا جماعة نكملوا الخدمة تاعنا. إذا هيا روحوا التمرين رقم 1. كما راكم تلاحظوا التمرين رقم 1 عبارة عن واش؟ عبارة عن كوسيام. هذا الكوسيام واش فيه؟ فيه 7 أسئلة. واش قال لكم في التمرين رقم 1؟ ضع علامة إكس في الإجابة الصحيحة. واش معناتها جماعة؟ كيعطيك كوسيام اقرا الأسئلة مليح وافهمهم مليح، وآخر حاجة هي دير علامة إكس إذا كانت إجابة صحيحة. هيا يا جماعة نبداو في سؤال رقم 1. في سؤال رقم 1 قال لكم جهاز متعدد القياسات يوصل على التفرع في حالة قياس تيار كهربائي. إذا يا جماعة باه نجاوبكم على هذا السؤال راح نعطيكم واحد الطريقة جديدة احترافية. واش معناتها؟ أي سؤال نشرحوه مليح ومن بعدها نختاروا الإجابة، منها راكم تحلوا في الاختبار ومنها راكم تكتسبوا في أمور جديدة. إذا ما نجيب معايا الصبورة يا جماعة، ومن بعدها واش نجيب؟ نجيب هذه الدارة. هذه الدارة كهربائية فيها مقاومة R1 وR2. هذه مقاومة R1 قاعد واش يقول لك؟ قاعد يقول لك احسب التوتر بين طرفيها ولا الجهد، قاعد يقول لك احسب تيار بين طرفي مقاومة R1 معناتها مقدار ثاني، وقاعد يقول لك احسب مقاومة هذه المقاومة. إذا يا جماعة كاين واحد الجهاز يقدر يقيس توتر ويقدر يقيس تيار ويقدر يقيس المقاومة، إذا هذا الجهاز يسموه؟ سموه جهاز متعدد القياسات. سموه لا سموه متعدد القياسات، يقدر يقيس أكثر من مقدار. إذا يا جماعة السؤال قالنا في السؤال تاعنا قالنا جهاز متعدد القياسات يوصل على تفرع في حالة قياس تيار كهربائي، هل هذه إجابة صحيحة أم خطأ أم توجد إجابة أخرى؟ في الحقيقة هي إجابة خطأ. مي دوك نقول لكم عليها إجابة خطأ. راح نوضح لك جهاز متعدد القياسات كيف يقيس التوتر وكيف يقيس التيار وكيف يقيس المقاومة، من بعد كي تفهم راح نسيلك سينيو على الإجابة صحيحة. جماعة أول حاجة راح نبداو جهاز متعدد القياسات راح نقيسه أول مقدار اللي هو قياس توتر كهربائي. سؤال مطروح، كيف نقيس توتر بين طرفي المقاومة R1؟ إذا واش نديرو أول حاجة جماعة؟ قبل ما نروحو نربطو جهاز متعدد القياسات لازمنا نشوفو الأقطاب. هذا جهاز متعدد القياسات واش فيه؟ فيه 4 أقطاب. القطب اللي جا في الوسط هو قطب كوم، هو مأخذ الأرضي، ولا هو القطب اللي يغلق الدارة، معناتها كي تجي تقيس التيار ولا المقاومة ولا التوتر هذا ديما موجود قطب كوم اللي تغلق به الدارة. أما كي تجي تقيس التوتر يا جماعة روح حوس على في، إذا في وين موجودة؟ موجودة هنايا، معناتها تحتاج هذا المدخل. لو كان تجي تقيس المقاومة حوس على رمز المقاومة اللي هو رمز الأوم كما راكم تشوفوا في، ومن بعدها رمز السيجما. لو كان تجي تقيس التيار يا جماعة عندك طريقتين، إذا كان التيار تاعك عالي، إذا كنت مثلا عندك دارة كهربائية والتيار تاعها عالي، استخدم هذا المدخل اللي فيه 10 أمبير، وهذا مستخدم وهذا مدخل يستخدم للتيارات العالية، وإذا كان دارة تاعك التيار تاعها ضعيف وجهد تاعها ضعيف، استخدم مدخل ميلي أمبير. إذا واش معناتها؟ القطب الأول اللي جاي في الأعلى نستخدمه للتوترات والمقاومات، والقطبين اللي جايين في الأسفل نستخدمهم للتيار. إذا أنا أول حاجة واش راح ندير يا جماعة؟ راح نقيس التوتر بين طرفي المقاومة R1. إذا واش هي الاستراتيجية اللي نتبعها باش نقيس هذا التوتر؟ إذا واش نديرو يا جماعة؟ القطب هذا اللي مكتوب فيه V نوصلوه بالمدخل المقاومة R1 بهذا الشكل، والمخرج تاع المقاومة R1 اللي هذه نقطة باش نربطها بالكوم. إذا واش نقولوا في هذه الحالة؟ بنقيسوا التوتر بين طرفي
أي ناقل أومي يجب أن يوصل جهاز متعدد القياسات على تفرة. إذا لقياس توتر يجب أن يوصل جهاز متعدد القياسات على تفرة. من بعد أجمع كي نوصلوا على تفرة وروحوا المبدلة. المبدلة راها في وضعية أوف. إذا كي نروحوا المبدلة واش نلقاو؟ نلقاو في إم. واش معناتها؟ كي يعد أحد قياس توتر في الجهد المستمر. في رمز متناوب. واش معناتها؟ في متناوب. كي تجي تقيس توتر في دارة تيار متناوب. وهنا الأوم واش معناتها؟ نقيسوا به المقاومات. وهنا كما راكم تلاحظوا أمبير، ملي أمبير، ميكرو امبير، هذا اللي من نحتاجهم كي نجيو نقيسوا التيارات. اذا انا واش راح ندير يا جماعه؟ راح نقيس التوتر بين طرفي المقاومه ار1. اذا المبدله وين ندورها؟ ندورها للفي ام، باسكو لا البطاريه هي توتر مستمر. من بعد واش راكم تلاحظوا يا جماعه في الجهاز الشطالك خمسه، هذه خمسه واش معناتها؟ 5 فولت. اذا التوتر ولا الجهد بين طرفي المقاومه ار1 ماذا يساوي؟ يساوي 5 فولت. اذا واش نقولوا؟ لقياس التوتر يجب ايصال جهاز متعدد القياسات على تفرع مع هذا الناقل مراد قياس التوتر. هذا بالنسبه قياس التوتر يوصل على التفرع. ثاني حاجه كيف نقيس المقاومه؟ نقيس المقاومه بنفس الطريقه تاع التوتر، مي كاين اختلاف ولا كاين شرط. واش هو الشرط يا جماعه؟ اذا واش نديروا في هذه الحاله؟ لازمنا هذه المقاومه ار1 نعزلوها على البطاريه. باه تقيس المقاومه تاعها لازم تعزلها على البطاريه، ماشي كما التوتر. باه تقيس التوتر تاعها لازم تكون مربوطه بالبطاريه باه تشوف التوتر بين طرفيها. باه تقيس المقاومه تاعها لازم تعزلها على البطاريه، لازم تيار يساوي صفر وتوتر واش يساوي صفر. من بعدها يا جماعه باه نقيسوا المقاومه ار1 واش لازمنا؟ لازمنا هذه ار1 توصل على التفرع مع واش؟ مع جهاز متعدد القياسات. اذا هذا اللي مكتوب فيه في والام نربطوه مع الطرف الاول بهذا الشكل، والمخرج تاع المقاومه باش نربطوها بالطرف المشترك اللي هو كوم. من بعدها بعد ما وصلنا على التفرع مبدله وين ندوروها؟ ندوروها جهه سيجما اللي هي رمز الام. من بعد ندوروها بهذا الشكل. من بعد واش راكم تلاحظوا يا جماعه واش كتبتكم؟ 50. اذا واش معناتها 50؟ اذا مقاومه هذه المقاومه تساوي 50 اوم. اذا واش نقولوا في هذه الحاله؟ لقياس المقاومه يجب ان يوصل جهاز متعدد القياسات على التفرع. اذا باه تقيس التوتر ولا المقاومه ديما يوصل على التفرع. باه تقيس التوتر يوصل على التفرع ولازم يكون داره مربوطه بالبطاريه. باه تقيس المقاومه لازم جهاز يوصل على التفرع بشرط لازم المقاومه تكون معزوله على البطاريه. واخر مقدار يقيسوا جهاز متعدد القياسات اللي هو التيار اللي موجود في السؤال تاعنا. اذا سؤال استاذ كيف نقيسوا التيار؟ باه نقيسوا التيار لازمنا جهاز متعدد القياسات يوصل على التسلسل. واش معناتها التسلسل؟ اذا قياس التيار واش نديرو؟ شوفوا يا جماعه واش راح ندير. بعدت هذه المقاومه، من بعد هذا هو القطب الموجب تاع البطاريه باش نربطو. يا جماعه هذه البطاريه الجهد تاعها صغير راح نستعملو ميلي امبير، لو كان جا مثلا الجهد تاعها كبير 220 فولت 380 فولت واش راح نستخدمو؟ نستخدمو مدخل تاع 10 امبير. اذا واش نديرو في هذه الحاله؟ بما انه الجهد صغير اذا قطب الميلي امبير هذا هو اللي راح نقيسو به التيار باش نربطو. نربطو بالمدخل تاع البطاريه ومن بعدها مخرج الكوم يا جماعه، هذا مخرج الكوم يربط بالمدخل تاع المقاومه بهذا الشكل. وكانه واش راكم تلاحظوا؟ تلاحظوا باللي جهاز متعدد قياسات جاي على تسلسل مع ار1 ومع ار2. اذا واش نقولوا؟ باه نقيسوا التيار لازم جهاز متعدد قياسات يوصل على تسلسل. واش معناتها؟ المدخل الاول تاع مربوط بالقطب الاول تاع البطاريه، المدخل الثاني تاع مربوط بالمدخل تاع المقاومه ار1. هذه هي الطريقه يا جماعه. لو كان جينا نقيسوا مثلا تيار تاع ار2، المدخل الاول تاعو هذا ملي امبير مربوط بالنهايه مقاومه ار1، والكوم باش مربوط بالبدايه ار2 ويوصل على التسلسل. من بعد يا جماعه بعد ما ربطتو على التسلسل هذه المبدله وين ندورها؟ واش راكم تلاحظوا هنا؟ ميكرو امبير، ملي امبير، امبير. اذا واش لازم ندير يا جماعه؟ نديروا مبدله في اكبر معيار ونبدا نقصوا تدريجيا. انا مباشره على بالي بلي تيار صغير نديرها في اتجاه ملي امبير. اذا التيار اللي خرج عندي هنا كذا خرج 0.01 ملي امبير. اذا واش نقولوا؟ التيار مر عبر مقاومه ار1 ماذا يساوي؟ شدته تساوي 0.01 ملي امبير. اذا كيف نقيسوا التيار؟ يجب ربط الجهاز متعدد القياسات على التسلسل مع الناقل اومي لقياس التيار المار فيه. وكما كما تلاحظوا لو كان نسحب جهاز متعدد القياسات واش راكم تلاحظوا؟ موصول على تسلسل مع مقاومه ار1. بنقيسوا التيار يجب ان يكون الجهاز متعدد القياسات مربوط على تسلسل. اذا نرجع للسؤال تاعنا، جهاز متعدد القياسات يوصل على التفرع في حاله قياس التيار كهربائي. اذا واش سيليكسيونيو؟ سيليكسيونيو على خطا. لقياس التيار يجب ان يوصل جهاز متعدد القياسات على تسلسل وليس على التفر. هذا بالنسبه لسؤال رقم واحد، ان شاء الله وصلتكم فكره وديتوا افكار من جهاز متعدد القياسات. روحوا مع سؤال رقم اثنين. سؤال رقم اثنين واش قال لكم؟ الاناره المزدوجه تحتوي على مصباح واحد فقط،
مصباحين فقط، اكثر من مصباح. احنا جماعه السؤال هذا حيدوخكم بزاف، مي واش راح نعطيكم، راح نزيد نخدم في الصبوره السوداء ونفهموا واش معناتها الاناره المزدوجه. اذا يا جماعه الاناره المزدوجه باش نخدموها، نخدموها بالقاطعه المزدوجه. كي تروح داركم تلقى هذه القاطعه اللي فيها زوج قواطع مع بعض، هذه يسموها اناره مزدوجه. اذا واش نكتبوا هنا باش نزيدوا نفهموا مليح، راح نعطيكم مخطط المبدا للاناره المزدوجه. اذا واش هو المخطط المبدا للاناره المزدوجه؟ اذا بما انه قاطعه مزدوجه واش تحتوي؟ تحتوي على قاطعتين بهذا الشكل، القاطعه الاولى نسميها ا والقاطعه الثانيه نسميها بي، وهذو قاطعتين مدخل تاعهم قلبوه مدخل مشترك. اذا هذه كما راكم تشوف فيها ا وبي هي تكافئ القاطعه هذه. اذا هذه نسميها قاطعه مزدوجه، هذه قاطعه مزدوجه اللي نستخدموها للاناره المزدوجه. من بعد يا جماعه باه نفهموا مليح، هذه القاطعة نربطوها بالمصدر الجهد البطارية زائد قطب الموجب، نربطوها بقاطعتين، ومن بعد القاطعتين هذو باش نربطوهم، على الأقل باش راح نربطوهم، نربطوهم بمصباحين. إذا المصباح الأول تحكم فيه قاطعة أ، ونربطوه بالمأخذ الأرضي ولا قطب السالب، والقاطعة بي باش نربطوها بالمصباح الثاني، ومخرج المصباح نربطوه بالحيادي. هنا واش راكم تلاحظوا يا جماعة؟ الإنارة المزدوجة على الأقل، على الأقل قداه لازم يكون فيها؟ يكونوا فيها مصباحين. المصباح الأول يتحكم فيه أ، ومصباح الثاني يتحكم فيه بي. إذا واش نقولوا؟ مصباح واحد فقط هذه إجابة خاطئة. واش راح يبقى لنا؟ يبقى لنا ما بين مصباحين فقط أو أكثر من مصباح. شكون هي الإجابة الصحيحة يا جماعة؟ دركوا نشوفوا يا جماعة. نروح نشرح لكم هذه الدارة. ركزوا معايا مليح، لو كان نغلق قاطعة أ يتوهج المصباح الأول، نفتحها ينطفي. لو كان نغلق قاطعة أ يتوهج المصباح الأول، لو كان نغلق قاطعة ب يتوهج المصباح الثاني، لو كان نفتحهم في زوج يتوقفوا في زوج. إذا يا جماعة السؤال مطرح، نقدروا نزيدوا مصباح آخر ولا ما نقدروش؟ بالطبع نقدروا نزيدوا مصباح آخر، نربطوا على توازي. لو كان نجيب مصباح ثالث ونربطوا على توازي مع المصباح الثاني بهذا الشكل، واش تولي عندي هذه الدارة؟ هذه يسموها كذلك دارة إنارة مزدوجة. لماذا سميت مزدوجة؟ ماشي بسبب عدد المصابيح، سميت مزدوجة بسبب قاطعة المزدوجة اللي فيها الأ والبي. لو كان نغلق الأ يتوهج المصباح الأول والثاني، لو كان نغلق البي يتوهج المصباح الثالث. إذا واش نقولوا؟ الإنارة المزدوجة على الأقل يا جماعة تحتوي مصباحين، قادر نديرو زوج، قادر نديرو ثلاثة، قادر نديرو أربعة، كما شايفينها نتوما في البيوت تاعكم اللي عندكم لي سبوت، قادر بقاطعة واحدة تقدر تشعل أربعة لي سبوت، ثمانية لي سبوت. إذا هنا واش نقولوا؟ الإجابة الصحيحة واش هي؟ أكثر من مصباح وليست مصباحين، باسكو هنا قدرت ندير ثلاثة مصابع، نقدر ندير أربعة، نقدر ندير عشرة إلى آخره. إذا هنا نفتحوا قاطعتين واش يصير المصابيح؟ ينطفئوا كامل. إذا واش نقولوا؟ الإجابة الصحيحة الإنارة المزدوجة تحتوي أكثر من مصباح، ما يهمنيش العدد، يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة، المهم أكثر من مصباح. هذا بالنسبة للسؤال رقم اثنين. هيا يا جماعة روحوا السؤال رقم ثلاثة. سؤال رقم ثلاثة قال لكم يتم تحويل الطاقة الحركية إلى الكهربائية إما عن طريق المنوب أو عن طريق المحول أو عن طريق المحرك، واش هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة راح تكون عن طريق المنوب. دركوا تشوفوا يا جماعة، هيا شوفوا يا جماعة، هذا واش هو يا جماعة؟ هذا عبارة عن محرك. واش وظيفة المحرك؟ لو كانت تمدلو طاقة كهربائية، واش يدير هذا المحرك؟ يحول طاقة كهربائية إلى طاقة حركية. إذا ما وظيفة المحرك؟ وظيفته تحويل طاقة كهربائية إلى طاقة حركية، وهذا يا جماعة موجود عندكم، مثلا المضخة تاع الماء، مثلا المجفف الشعر. إذا ما وظيفة المحرك؟ وظيفة تحويل طاقة كهربائية إلى طاقة حركية. روحوا التركيب الثاني يا جماعة، كما راكم تلاحظوا هذا التركيب واش هو؟ عبارة عن منوب كهربائي. هذا المنوب لو كان نربطوه بالمصباح، ومن بعد يجي الشخص يدور دوار تاع المنوب ولا يدور هذه العنفه، مجرد دور العنفه هذه واش راح يصرى؟ راح يتوهج المصباح. سؤال مطروح، لماذا توهج المصباح؟ معناتها كاينه طاقه كهربائيه. اذا واش وظيفه المنوب؟ وظيفته تحويل طاقه حركيه الى طاقه كهربائيه، وهذا المنوب اللي يخدموا به محطات توليد طاقه كهربائيه. اذا ما وظيفه المنوب؟ وظيفته تحويل طاقه حركيه الى طاقه كهربائيه. واش بقى يا جماعه؟ المحول. واش هو المحول يا جماعه؟ هذا المحول كامل تعرفوه اللي نخدموا به شارجات تاع التليفون. لو كان جبت التليفون يا جماعه يمشي ب 5 فولت، ولا المقبس تاعي واش مدلي؟ مدلي 220 فولت. لو كان نربط الهاتف مباشره بالمقبس واش راح يصير؟ راح يتلف. لا هذا واش لازمنا؟ وسيط. اذا هذا الوسيط المحول شنو هو؟ واش يدير؟ يخفض التوتر. اذا التوتر نربطه بالمحول 220 فولت، وهذا المحول يخفض الجهد من 220 فولت الى 5 فولت. هنا واش راكم تلاحظوا؟ الهاتف في حاله تشغيل عادي. اذا ما وظيفه المحول؟ وظيفته اما تخفيض التوتر الاول الى توتر ثانوي، والله وظيفته رفع التوتر. وبما انه عندي هاتف يمشي 5 فولت، اذا المحول هنا واش وظيفته؟ تخفيض التوتر. اذا جماعة نرجعوا للسؤال تاعنا، يتم تحويل طاقة حركية الى كهربائية، هل عن طريق المنوب، عن طريق المحول، عن طريق المحرك؟ اذا اجابة صحيحة واش هي؟ اللي هي عن طريق المنوب. هذا بالنسبة للسؤال رقم 3.
روحوا سؤال رقم 4، عدد المحطات لتوليد الطاقة الكهربائية هو، هل هو محطتين أم ثلاثة أم أربعة؟ باه نفهموا يا جماعة لازم نعطيكم المحطات. إذا كاين محطة توليد طاقة كهربائية نسميها المحطة الهوائية، باه ندور الدوار تاع المناوب لازمني الهواء. كاين المحطة الثانية باه نولد الطاقة الكهربائية لازمني دوار ندوروا عن طريق المياه، ولازمني هنا شفرات العنفة. كاين محطة ثالثة واش هي؟ باه ندور شفرات العنفة اللي مربوطة بالدوار، لازمني البخار المضغوط باه يدور، هذه المحطة يسموها الحرارية. وكاين محطة رابعة باه ندور شفرات العنفة لازمني بخار ماء، مي طريقة تسخين بخار ماء باستخدام اليورانيوم. إذا هذه المحطة واش نسميها؟ محطة نووية. وكاين المحطة الخامسة واللي راهم عادوا يخدموا بها بزاف بزاف، اللي هي محطة الشمسية، معناتها واش دير؟ تحول طاقة شمسية إلى طاقة كهربائية عن طريق الألواح الشمسية. إذا سؤال، كم توجد محطة لتوليد طاقة كهربائية؟ توجد 5 محطات. إذا هنا واش هي الإجابة الصحيحة؟ هل هي ألف أم باء أم جيم؟ إذا في هذه الحالة لازم ما تسيليكسيونيش، لو كان تسيليكسيوني راك غلط، لو كان ما تسيليكسيونيش وتخليها فارغة معناتها راك ديت النقطة. إذا توجد 5 محطات وليس محطتين وليس ثلاثة وليس أربعة. إذا سؤال رابع ما تسيليكسيونيش، تخلي فارغ باه تديه نقطة. هذا بالنسبة لسؤال رقم 4. هيا جماعة نروحوا سؤال رقم 5. يتم تدوير العنفة في المحطة النووية عن طريق إما انشطار ذرات اليورانيوم ولا عن طريق بخار الماء ولا عن طريق الرياح. لازم نقرأ السؤال مليح. قال لك يتم تدوير شفرات العنفة، العنفة التوربينة في المحطة النووية عن طريق، هيا جماعة نروحوا نشوفوا المحطة النووية. كما كنت تلاحظوا هذه هي المحطة النووية، هذا شو هو المنوب، وهذا شفرات العنفة اللي أنا حاب ندورهم، وهذا الماء اللي هو مسخن. شكون يسخن الماء؟ انشطار ذرات اليورانيوم يؤدي الى ارتفاع رهيب في الماء، الماء كي يوصل 100 درجه واش يصير له؟ راح يتبخر. هذا البخار واش راح يصير له؟ راح يتجمع، ومن بعد يولي يبحث عن المنفذ. وين يلقى؟ يلقى هذا المنفذ. كي يروح هذا المنفذ يدير شفرات العنفه. اذا في المحطه النوويه شكون اللي يدير شفرات العنفه؟ هل هو بخار الماء ام انشطار ذرات اليورانيوم؟ اذا شكون اللي مربوط مباشره بشفرات العنفه؟ اللي هو بخار الماء. إذا واش هي الإجابة الصحيحة هنا؟ يتم تدوير العنفة في المحطة النووية عن طريق بخار الماء. جماعة ما توقفش انشطار ذرات اليورانيوم، باسكو السؤال قال لك شكون اللي يدور شفرات العنفة، البخار ولا ماهوش بخار؟ إذا هنا واش هو البخار؟ إذا هنا في المحطة الحرارية نحتاجوا الوقود ولا الغاز باه نسخنوا الماء، أما في المحطة النووية شنو نحتاجوا؟ نحتاجوا اليورانيوم باه نسخنوا الماء. مي شكون اللي يدور شفرات العنفة؟ يدورها البخار المضغوط. إذا الإجابة الصحيحة هي البخار الماء. روحوا السؤال رقم 6. يتم رفع التوتر الكهربائي وذلك لتقليل ضياع الطاقوية أو زيادة شدة التيار أو لتقليل من مقاومة النواقل. إذا يا جماعة هذا سؤال درسته في محطة توليد الطاقة الكهربائية، لازم نجيبوا المحول رافع. هذا المحول رافع واش لاحظوا؟ أنه يزيد التوتر ويقلل من التيار، كي يقلل التيار راح تنقص الضياعات. إذا إجابة صحيحة هي الإجابة رقم 1. هذا بالنسبة لسؤال رقم 6. روحوا السؤال رقم 7. صيغة القانون الأوم هي التوتر بين طرفي الناقل أوم يساوي مقاومته في استطاعته، ولا الجهد شو يساوي؟ يساوي مقاومته في التيار الذي يجتازه، ولا التوتر شو يساوي؟ يساوي مقاومته في شدة التيار مربع. إذا قانون أوم وش وظيفته؟ وظيفته قياس التوتر بين طرفي الناقل أومي. نجيبوا هذه مقاومة مثلا ناقل أومي نسميه R، هذا ناقل أومي يجتازه تيار E ومقاومته الداخلية تسمى R. إذا كان نحب نقيس التوتر بين الطرفين، إذا هذا يسموه جهد. إذا جهد بين طرفي الناقل أومي ولا التوتر بين طرفي أومي ماذا يساوي؟ إذا ماذا يساوي؟ يساوي التيار الذي يجتاز هذا ناقل أومي في مقاومته الداخلية. إذا جهد وش يساوي؟ يساوي R فاي. هذا هو قانون الأوم. إذا قانون الأوم ماذا يقيس؟ يقيس التوترات. إذا التوتر بين طرفي الناقل ماذا يساوي؟ يساوي مقاومة هذا الناقل أومي R في التيار الذي يجتازها E. إذا وش هي الإجابة الصحيحة يا جماعة؟ هي الإجابة رقم 2. وهنا جماعة عزيزينا كملنا تمرين واحد اللي عليه 7 نقاط. هيا روحوا تمرين رقم 2. هيا روحوا تمرين رقم 2. كما كنت تلاحظوا في التمرين رقم 2 أعطاكم جدول وأعطاكم أجهزة كهربائية، وفي هذا التمرين وش قال لكم؟ أكمل الجدول. وش قال لكم؟ كل عنصر سميه لي وأعطي لي نوع الأثر. إذا في التيار الكهربائي عنده 3 آثار، إما أثر مغناطيسي أو أثر حراري أو أثر كيميائي. إذا هيا جماعة باه نعرفهم نبدأ في رقم 1. رقم 1 واش عطاكم؟ عطاكم مضخة ولا محرك. المحرك يا جماعة أي حاجة فيها وشائع ملفوفة، أي حاجة فيها وشائع ملفوفة، كي تمد لها تيار كهربائي واش راح تمد لك؟ تمد لك حقل مغناطيسي. جماعة لو كان نجيبوا بوصلة ونديروها قدام محرك كهربائي ولا قدام وشيعة، واش تلاحظوا هذيك البوصلة؟ انحرفت. لماذا انحرفت؟ معناتها تحسست لخطوط حقل مغناطيسي. يعني واش معناتها؟ نقولوا محرك كهربائي ولا منوب كهربائي ولا المحول كهربائي اللي فيه وشائع ملفوفة
كامل وش عندهم؟ عندهم اثر مغناطيسي. اذا واحد نجمع واش نسميه؟ واحد نسميه محرك كهربائي، اللي يسميه محرك كهربائي صحيح، اللي يسميه حتى مضخه صحيحه. اذا واش هو الهدف؟ حابين نعرفوا واش هو الاثر. اذا بما انه تحتوي على الوشائع في الدوار، اذا نوع الاثر هو اثر مغناطيسي. واش يعتمد لك هي كهربائي؟ راح تعتمد لك خطوط حقل مغناطيسيه. هذا بالنسبه لجهاز رقم واحد. إذا نجمع كما راكم تلاحظوا هذا وعاء تحليل، وهذا وعاء تحليل يحتوي على محلول حمضي. لو كان نديروا لابوسيه تاع البطاريه في المحلول الحمضي، واش راكم تلاحظوا؟ تلاحظوا خروج فقاعات. إذا واش نقولوا في هذه الحاله؟ نقولوا باللي تيار كهربائي واش عنده؟ عنده أثر كيميائي. إذا تيار كهربائي واش عنده؟ عنده أثر كيميائي. إذا اثنين واش نسميه؟ وعاء تحليل. وأثر واش هو؟ هو أثر كيميائي بسبب وجود فقاعات في محلول كيميائي. إذا يحتوي على أثر كيميائي. هذا بالنسبة لجهاز رقم اثنين. جهاز رقم ثلاثة بوصلة، هذه كامل راح تجاوبوا عليها. إذا اسم الجهاز واش هو؟ هو بوصلة. واش هو الأثر تاعه؟ هو أثر مغناطيسي. بوصلة باش تأثر، تأثر بالخطوط الحقل المغناطيسية. إذا واش نقولوا؟ بوصلة واش هو الأثر تاعها؟ هو أثر مغناطيسي. روحوا لي بعدها جماعة أربعة. أربعة كامل تعرفوها اللي هي الميكوات. الميكروويف لو كانت تمد لها طاقه كهربائيه واش راح تمد لك؟ راح تمد لك طاقه حراريه. اذا راح يكون تاثير جديد. اذا واش نقولوا؟ التيار الكهربائي لديه اثر اخر يسمى اثر حراري. اذا واش نقولوا؟ اسم اربعه واش هي؟ هي ميكروويف. والاثر واش هو؟ هو اثر حراري. واخر حاجه اللي هي بطاريه، وبطاريه على بالكم تركيبه تاعها كيميائيه. اذا واش هو نوع الاثر تاعها؟ هو اثر كيميائي. اذا خمسه واش هي؟ بطاريه. نوع الاثر كيميائي. اذا للتيار الكهربائي ثلاث اثار، اما اثر كيميائي نقدر نشوفوه في وعاء تحليل ولا في البطاريات، ولا اثر مغناطيسي نقدر نشوفوه المحركات، منوبات، المحولات ولا بوصلات، ولا اثر حراري نقدر نشوفوه في المكوات، في المقاومات الحراريه، في المصابيح الى اخره. هذا بالنسبه للتمرين رقم 2. هيا يا جماعه روحوا تمرين رقم 3. في التمرين رقم 3 عطانا زوج محطات وقال لك اكمل تسميه العناصر المرقمه. قبل ما نكملوا تسميه عناصر مرقمه شوفوا يا جماعه، شوفوا هذه هي المحطه واش هي. كما راكم تلاحظوا هذا، هذا واش هو؟ هذا واش هو؟ منوب. المنوب فيه العنافه، عليه يزيدوا العنافه باش تسهل دوران جزء الدوار المنوب. وهذه العنافه شكون يدورها يا جماعه؟ دورها تدفق الماء. اذا هذه المحطه نسميها محطه مائيه. لماذا؟ لانه سبب دوران العنافه هو تدفق الماء، الماء هو اللي خلاها الدور. اذا هذه المحطه اللي موجوده في التركيب نسميها محطه مائيه. اذا نكتبوا هنايا هذه محطه توليد طاقه كهربائيه مائيه. واش وظيفتها؟ وظيفتها تحول الطاقه الحركيه تاع تدفق الماء الى طاقه كهربائيه عن طريق المنوب. هذا الماء المتساقط كي يتدفق واش يدير؟ يصطدم في شفرات العنفه، العنفه هذه شحها الدور، والعنفه هذيك الدور دور معها جزء الدور تاع المنوب، والمنوب كي تمد له طاقه حركيه واش راح يمد لك؟ طاقه كهربائيه. ومن بعدها نجيبوا المحول نرفعوا في الجهد باه نقلوا في الضيعات، ومن بعدها ننقلوا التيار كهربائي. اذا هذه المحطه ماذا تسمى؟ محطه توليد طاقه كهربائيه مائيه. من بعد يا جماعه واش قال لكم تسمي العناصر مرقمه؟ وراي واحد، واحد كما راكم تلاحظوا هو عباره عن ماء ولا عباره عن سد مائي. اذا واحد باش نكتبوا الماء. اذا واش وظيفه الماء يا جماعه؟ وظيفته هو المتسبب في تدوير شفرات العنفه. كل ما يتدفق الماء وكل ما تزيد سرعه التدفق تاعه تزيد سرعه دوران العنفه. اذا ما وظيفه الماء؟ وظيفته تدوير شفرات العنفه، ولازم يكون ماء متحرك باه نولدوا طاقه كهربائي. اثنين، اثنين واش هي؟ اللي هي العنفه ولا شفرات العنفه توربينا. اذا واش وظيفه العنفه يا جماعه؟ اللي نزيدوا العنفه يا جماعه. اذا لو كان نديروا المنوب وحده هنا ما يقدرش يدور دوار، وفي هذه الحاله واش لازمنا؟ العنفه. كل ما يزيد مساحه العنفه تزيد سرعه الدوران تاعها. اذا ما وظيفه العنفه؟ تسهل دوران جزء الدوار للمنوب. اذا واش وظيفتها؟ تدوير جزء الدوار للمنوب. كل ما تكون كبيره كل ما تزيد سرعه الدوران تاعها. اذا هنا هذه بالنسبه للعنفه. ثلاثه يا جماعه، ثلاثه واش هو؟ المنوب. اذا المنوب واش وظيفه المنوب؟ كما شفنا قبل واش وظيفته؟ تحويل طاقه حركيه الى طاقه كهربائيه. ولا اللي يقول توليد طاقه كهربائيه صحيح. اذا واش نقولوا؟ وظيفته توليد طاقه كهربائيه او تحويل طاقه حركيه الى طاقه كهربائيه. هذا بالنسبه ثلاثه. اربعه واش هو؟ بعد المنوب واش يجي؟ ديما يجي محول رافع. اذا اربعه واش يسمي محول رافع؟ واش وظيفته؟ رفع التوتر لتقليل من الضيعات. لازم نرفعه في التوتر، كل ما نرفع التوتر تنقص التيارات، وكل ما تنقص التيارات تنقص الضيعات. اذا واش هو الهدف من اضافه محول رافع؟ لتقليل الضيعات الطاقويه. هذه بالنسبه لربعه محول. خمسه اللي هي اعمده كهربائيه. واش وظيفه اعمده كهربائيه؟ وظيفتها حمل اسلاك نقل هوائيه. هذا بالنسبه للشكل رقم واحد.
هيا نروحوا الشكل رقم 2 يا جماعه. كما كنت تلاحظوا في الشكل رقم 2 عندي محطه حراريه. كيف عرفت محطه حراريه؟ كما كنت تلاحظوا هنا الرادياتور هذه فيها الماء، هذا الماء لازم نسخنه عن طريق الموقد. الماء كي توصل درجه حراره تاع 100 درجه واش راح يصرى له؟ راح يتبخر، هذا البخار يتضاعف، وهذا البخار يروح عبر المسلك. كي يروح عبر المسلك واش يلقى؟ شفرات العنفه. هذا البخار يدير شفرات العنفه، وهذه شفرات العنفه تدير المنوب، تدير جزء الدوار للمنوب. هذا المنوب واش راح يحول لطاقه حركيه الى كهربائيه. ومن بعد هذا البخار يا جماعه يعاود يروح للمكثف، كي يلقى مكثف سطح بارد راح يعاود يتحول للماء وتبقى عمليه متجدده. اذا هذه المحطه واش نسميوها؟ نسميوها محطه توليد طاقه كهربائيه حراريه. معناتها شكون متسبب في تدوير شفرات العنفه؟ اللي هو البخار المضغوط. اذا واش نسمي هذه المحطه؟ نسميها محطه توليد طاقه كهربائيه حراريه. من بعد قال لكم يا جماعه العناصر هذه مرقمه، سميها لي واش وظيفه نتاعها. نبدا واحد. اذا عنصر رقم واحد ما هو؟ عنصر رقم واحد موقد. علاه جبت الموقد؟ واش وظيفه الموقد؟ لتسخين المياه ووصول درجه الغليان. هذا الماء يتحول من سائل الى بخار كي يوصل درجه حراره 100 درجه. اذا واحد موقد واش وظيفته؟ وظيفته تسخين الماء. اثنين كما راكم تلاحظوا اثنين اللي هي العنفه ولا توربين ولا شفرات العنفه. اذا واش نسميه العنفه؟ على زدنا العنفه لتدوير جزء الدوار تاع المنوب. معناتها البخار ما يقدرش يدور جزء الدوار تاع المنوب، لازمنا حاجه مساعده. اذا واش هي المساعده هنا؟ اللي هي توربين ولا شفرات العنفه. ثلاثة الشفرات العنفة باش مربوطة؟ مربوطة بالمنوب. إذا ثلاثة واش هي؟ المنوب. واش وظيفة المنوب؟ توليد طاقة كهربائية أو تحويل طاقة حركية تاع حركة العنفة إلى طاقة كهربائية. ربعة يا جماعة واش راكم تلاحظوا؟ ربعة هذا واش هو؟ مكثف. إذا ربعة المكثف واش وظيفة المكثف؟ تحويل البخار إلى الماء، راح يدير عملية العكسية. إذا هنا ربعة واش هو المكثف؟ وظيفة تحويل البخار إلى الماء. وخمسة جماعة واش هي؟ اللي هي مدخنة، واش وظيفتها؟ وظيفته تصريف الدخان اللي هو ثاني أكسيد الكربون. وهنا يا جماعة كملنا الجدول. والسؤال الأخير واش قال لكم؟ ما هو الفرق الوحيد بين المحطتين؟ في المحطة المائية تدوير شفرات العنفة يتم عن طريق الماء، أما في المحطة الحرارية تدوير شفرات العنفة يتم عن طريق البخار. إذا واش هو الفرق ما بيناتهم؟ هو الفرق الوحيد هو طريقة تدوير شفرات العنفة. في المحطة المائية ندور شفرات العنفة عن طريق تدفق الماء، في المحطة الحرارية ندور شفرات العنفة عن طريق بخار الماء المضغوط. وهنا جماعة زينة وصلنا لنهاية الحصة، نتمنى أن الحصة عجبتكم وماذا بكم تكثروا التعليقات. بإذن الله نزيد نطلعكم اختبار رقم 2، وأهم حاجة ما تنسوش الاشتراك لأنه هذه القناة راح تحتاجوها بزاف بزاف بزاف. ونجمع زين وصلنا لنهاية الحصة، مبقى علي نقولكم غير سلام.